يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يستاك؟ أن يستاك؟ لا، استيقظ ولا حاجة، لأن الاستياك حركة، والمطلوب من الحاضر للخطبة أن ينصت ولا يتحرك إلا للشيء الضروري. نعم. والنعاس أمر صعب، النعاس إذا غلب الإنسان وهو جالس، الحمد لله، هذا شيء عرض للصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينعسون حتى تنفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نعس فليس عليه حرج في هذا. نعم.